هذا اللي كان يرمي شوفوه هذا هو شوفوه 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 هذا اللي كان يرمي باله 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 شو يرمي عند العروس لا شوفه لا ما يشوفني ما يشوفني شوفوه هذا الكلب ابن الكلب من قيادة الشرطة شوفوا هذا اليركض شوفوا 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 يرمى على الوجه شوفوا لا فارغة هاي جهة فارغة ما بيها شوفوا شوفوا هذا اليركض شوفوا 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 باوة الوقت أهلا بكم في حلقة جديدة من صوتكم الرحمة والخلود لشهداء الناصرية الرحمة والخلود لشهداء النجف الرحمة والخلود لشهداء بغداد الرحمة والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل بإذن الله للجرحى نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب اللي صار البارحة أعزائي المشاهدين وقبل أول البارحة من مجازر في الناصرية والنجف والتي ما زالت مستمرة خاصة في النجف يعني عدد الشهداء في ارتفاع والمصابين على يد القوات الحكومية والميليشيات وكما تحب الحكومة والسياسيين يسموهم الطرف الثالث طبعا أمر محزن جدا ويدمي القلوب بالناصرية إذا تحدثنا محافظة ذي قار ارتفعت حصيلة الضحايا بين المتظاهرين اليوم إلى 20 شهيد وأكثر من 80 جريح سقطوا برصاص القوات الحكومية والميليشيات وذلك بعد ساعات على المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين وراح ضحيتها أكثر من 47 متظاهر ونحو 223 جريح هذا فقط بالناصرية طبعا مصادر صحفية تحدثت بأن القوات الحكومية أطلقت الرصاص على المتظاهرين بالقرب من جسر الزيتون وتقاطع البهو وهذا وواصل المتظاهرون في ذي قار إغلاق جميع الطرق ومداخل مدينة الناصرية قطعوا الطريق الرابط بين ذي قار وبغداد من جهة بوابة الناصرية إلى ذلك أفادت مصادر صحفية بأن معتصمي ذي قار بدأوا بتشكيل لجان شعبية لحماية المتظاهرين وذلك بعد انسحاب القوات الحكومية إذا تحدثنا عن المسيرات انطلقت في محافظة ذي قار مسيرات نسوية باتجاه ساحة الاعتصام لنعي شهداء التظاهرات الذين سقطوا بنيران القوات الحكومية يوم أمس نعم معنا اتصال نعم أبو محمد من أربيل تفضل أبو محمد السلام عليكم أستاذ عمر وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أهلا بك حياتي لك وقناة الرافدين حياك الله والرحمة والغفران للشهداء الثورة والشفاء العاجل للجرحى آمين يا رب العالمين أستاذ عمر استقالة عادل عبد المجيد لكن نعم استقالة جميع الأحزاب الذي حكمت منذ 2003 ولحد الآن نعم وأناشد الثورة بالبقاء في الشوارع الحين استقالة هذه السلطة لأن هذه السلطة ليس حكومة نعم نطلب حكم رئاسي ومحكمة جميع المجرمين الذين تلقت أيديهم بقتل العراقيين نعم ولا يثقون بأي سياسي بعد الآن أرجو من الثوار عدم الانجرار لمواجهة قوات الأمن الأمنية وعدم إحراق الممتلكات العامة
نعم. وشكرا استاذ. أنا أشكرك أبو محمد الأربيل كان معنا. طبعا عشائر ذي قار طالبت بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة والقضاء، وأشارت العشائر في بيان لها إلى أنها اتفقت على 11 مطلب، من بينها الدعوة إلى كتابة دستور جديد بإشراف أممي وإقالة الحكومة الحالية وحل البرلمان وتشكيل حكومة كفاءات مؤقتة تدير البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة. كما أكدت عشائر ذي قار على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين وعلى رأسهم الفريق المقال جميل الشمري وتعيين قائد شرطة ومحافظ جديدين مستقلين لا ينتميان للأحزاب الفاسدة وتنظيف مؤسسات الدولة من الموظفين المنتمين للأحزاب الفاسدة وتسليم ملفات الفساد للقضاء. هذا ما جاء في بيان لعشائر محافظة ذي قار. نعم، أبو سلام من الناصرية، تفضل أبو سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك. تحية لكم وقناتكم الكريمة. حياك الله يا هلا بيك. اللي توصل صوت المظلومين لا يزال في محافظة ذي قار لحد هذه اللحظة إذا تسمح هسه. نعم. يعني إبادة جماعية لمحافظة ذي قار من الميليشيات والمتعاونين ويعني التالبت علينا من جميع. فهذا عتبي على المرجعية، واللي احنا دائما نمشي بكيفه نقول ليش يا مرجعيتنا الرشيدة، يعني هاي الدماء اللي فقط ترمون الكرة في ملعب كله فاسد، والشعب كله طلع يقول فاسد. حتى احنا على هاي الرسالة للمرجعية ان يعيدون في هاي الدماء اللي جاي تسيل ويسوون علاج داخلي. واحنا في الناصرية ان شاء الله على رسالة للبرلمان وبنيلهم اجاكم الشرف استقال، وبالناصرية هسه لا يزال قتال اطلع نهائيا، والمحافظ استقال والناصرية هسه ديد الثوار. نعم. ونقل لهم راح يجيكم السرعة، احنا هسه لا وجاي ان عندي واجب العزاء. نعم. هم جراحنا وراح تجيكم اهل الناصرية، راح نجيكم البغداد نسحلكم من مكاناتكم. لا احترمت الشعب الزائر، ما احترمت الناس، ما احترمت الاهلين. والله تيجي تبدل عبد المهدي فاسد من عندكم قلتم وطلعوا كافي، وانتم دماء هاي اللي صارت مجرى من الدم. ليش انتم هيك؟ ليش احنا لسه تنتهي فواتحنا وضموا جراحنا استعجلوا بالاستقاله وطلعوا؟ ماكو مرين اي فاسد بالعمليه السياسيه اللي موجودين حاليا ما يبقون. ونداء الى اعضاء البرلمان مال ذي قار، عندنا 19 واحد، نقول لهم استقيلوا وحضركم، لان الناصريه صار مجرى من الدم، وانتم برلمان او قاعدين بالقضاء على شنو؟ احدثكم اولادكم قاعدين بالقضاء، احنا من انتخبناكم انتبه يعني، وانتم قاعدين بالخضراء انقلتم مستقيلوا لا تنسحلكم، واحنا جايين ان شاء الله سبحانه وتعالى وذم الشهداء انضم الجراحنا شايتم يا بغداد. انتم فرصة هاي من اهل واهل الناصرية معروفين، ترى مو سهلين، ما تخليه يروح بحيل الله وقوته. نعم، أبو السلام. نعم. أريد نعم. أسألك، أنت أشرت إلى أنه الاشتباكات بعدها، وهناك ميليشيات هي من تقوم بإطلاق النار على المتظاهرين، من هاي الميليشيات؟ نعم، الأستاذ العزيز، إحنا كثيراً عندنا احزاب كثيره. نعم. الاحزاب مو من ان تنتهي الحكومه، فالاحزاب بصوت جاي يساعد
الشرطة وهم إنما خارج المحافظة بقمع التظاهرة، يعني كل الأحزاب، كل الأحزاب إلى يد الميليشيات 100% في قتل المتظاهرين. يحافظون على مكانات وكراسيهم، لأن إذا شال عبد المجيد وشال البرلمان بمعنى إشالة الأحزاب، يعني مصالح عندنا بالناصرية، عندنا بالناصرية يا سيد، نعم عندنا بالناصرية 200 مدرسة طينية، وعندنا أكثر من 400 موقع في مركز المدينة وعلى عتورديش مستولية عليها الأحزاب، تصلح وتطلع مستشفيات وجاي نعاني معاناة كاملة والتدريب هم مستولين عليها، يعني المهدي عبد المهدي والحكومة بمعنى حكوماتهم راحت ومصالحهم راحت. يا سيد الكريم بالناصرية دولة ما يكرهون بسهولة، بس نقول لهم جايكم من الخبراء خلهم ضم جراحنا ونشيك، ما نخلي أي حزب فاسد لا بالناصرية ولا غير الناصرية، إن شاء الله تتحرر كل المدن من هذه الطهرة الفاسدة الحاقدة على العراق، واللي اجت أكثرها من إيران ومن خارج العراق، دولة ولاهم للخارج مو ولا العراقيين اللي يقتل العراقيين بدم بارد، دولة كلهم مو عراقيين، حتى لو كان لك الجزء فهو وغيره ما عنده دم فاسد لا سيادة وليس للعراقيين. نعم إن شاء الله جايين هم كلهم، يعني استقالتهم بالخصوص إلى أعضاء البرلمان هبروا وانجوكم حافظكم استقال والكافتة استقال وكلها راح نجيبها نحاسبها قضائيا وعشائيا، اللي أي واحد تعبر له هاي الدماء اللي سالت هو نعم أبو السلام، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم، يحفظ أهل الناصرية وجميع العراقيين يا رب، والرحمة والخلود للشهداء. الله يحفظكم، احنا متابعين كاتم الشريفة اللي جاي تساندنا وتساعد المتفقين وتظهر الحقيقة، كل الشكر. هذا أقل واجب تجاهكم وتجاه العراق. أنا أشكرك أبو سلام من الناصرية كان معنا. اتصال أم حسين من الكويت. أهلا بيك أم حسين. يا أهلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله. الله ينور وسلم بيك. الله ينور عليكم. الله يسلمك. الله ينور عليكم. الله ينور على وجهكم. الله ينور على وجهكم. الله يرحم شهداكم. الله ينور على شهداكم. الله ينور على وجه على بابكم. الله ينور على اسماكم، يعطيكم العافية. الله يقويكم، عساكم للقوة، عساكم للقوة يما. نعم يما للجنة، يما للجنة، الشهداء وشفاء للتعب المصاويب. نعم يما أنا أبعد أعامل أبى أتكلم يا عامل صقبان، يا عامل ولدي أنت صقبان، أنا علي جدك أمرق على جدك العشاية، لم الجيوش لم الجنود لم الجنود من السيدية وأنت نازل، من السيدية وانزل، إخوانكم راحوا، أيينا راحت، أيينا صغار شباب 15 راح ذبح العدو، تبحل عجبي لعنة الله عليك خمني، نعم أم حسين من الكويت كانت معنا. أبو شيماء من ديالى، تفضل أبو شيماء. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الرحمة على الشهداء. آمين يا رب. العراقيين أجمعين. آمين يا رب. أخوي كنا نحكي على مسألة جميل الشمري، جميل الشمري عنده يعني ميليشيات بأكملها متجهزة بسياراتها وأسلحتها وكاتم الصوت،
ومتجهز من قبل السفير الإيراني بأمر السفير الإيراني يمشي. هاي وحدة، لأن إحنا صار عندنا تجربة بديالة من هجم على بورز وقاموا يعدهم بالهياكل. هاي وحدة، والنب حولوها للبصرة وهم سوى مجازر بالبصرة، والنب هسه خطية بالناصرية. الرحمة على الشهداء العراقيين أجمعين. آمين. بس نقول يا جميل الشمري، لا إيران ولا غير إيران، أنت انطلبت للعراق بعد انتهت، العراقيين خلوك بدماغهم وانتهى بعد زين. وهو عبد الأمير الزيدي، ونطلب منه هالي بابل الكرام، لا يخلون هذا عبد الأمير الزيدي بعد وياهم، ترى هذا حيسوي مجزرة أمين فيهم، لأن هذا ترباط جميل الشمري. خمس محافظين خلوا من ضمنهم عمر الحميري وغيره وغيره، هو يطببونهم بالكراتمات ويكتلهم، يكتل الحمايات ويجمع عليهم. هذا جميل الشمري. تدري من كان المحافظة دياله شنو؟ ماكو مدني يمشي بالشارع، كل سيارات مسلحة وكراتمات تطرد ومشتغل. وهاي الصرف وين ما يحاولونه ياخذها هو وسياراته، حولوها بالبصرة نفس الشيء، حولوها بالناصرية نفس الشيء. يعني هذا ترباط إيران، هو واقف قدام السفير الإيراني وياخذ أوامر من عنده خلاص. زين، فنقول له دم الشهداء برقبتك، خلصوك اليوم بس ما يخلصونك باكر إن شاء الله. نعم. ورفعت روسنا أهل الناصرية أهل الجنوب كلكم رفعت روسنا، وإحنا وياكم وإحنا إخوان وسناد ظهركم. أشكرك قلبي. أني أشكرك أخي أبو شيماء من دياله. أبو علي من الرمادي، تفضل أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أهلا بك. حي ابن دياله وأحيي أبو سلام اللي قبل من ناس بعطراز عشائرنا وأحبابنا من آل غزي إلى البديري أخوتنا وباقين يدي بيد بس يعرفوننا ترى دولة، لأن كل شبابنا انتهت باسم صدقين قاعدة دواعش سووا أشكال وأرناد فينا، واللي صار هسه عليهم بالجنوب كان يأكل علينا 100%، كان يأكل علينا 100% هنا، وكانوا يصدقون بهم، لكن تراهم أربعة جميع الشبابي في دماء ديالة البصرة ولحقها بالناصرية، الله لا يوقع لا يشتغل عليها ومطلوب يعني عشائر الجنوب بالإضافة لعشائرنا، ترى عشائر تختلف عشيرة عن عشيرة، كل نفس العشائر كنا عشائرنا وحدة، فهو الواقع ما تفيد إذا أراد الشرد الإيران خلاص. نعم. بس إذا خلاص الشرد الإيران بس، وإلا وين يروح لأمريكا؟ أرتو عرب قليل وين يروح ما يخلص، مطلوب عشائريا وعلى الشريفة كل العشائر الشريفة بالعراق من البرلمانيين تنكسر عصاتهم عشائريا فيهم كل البرلمانيين. وأما بالنسبة للميليش ساعة الخلس عليه فالحمد لله احنا بالغربية من الجالة وانت صحيح احنا اتفهمون عن بالأسماء، فانتوا بساعة الصغر اللي أروش أخواننا ببغداد وبالمحافظات يجربوا المكان ولا علينا نعرفهم بالأسماء، مكتب نعرف اسمهم. وتحياتي لاخواني اهل متظاهر ورحمة الله على الشباب الشهداء. امين يا رب. ابو علي من الرمادي كان معنا. ابو عادل من الاحواز، تفضل ابو عادل. ابو عادل تسمعني؟ ابو عادل انقطع على الاتصال. طبعا وردت انباء عن هروب قائد عمليات ذي قار الفريق جميل الشمري الى خارج العراق، وهو المتهم بارتكاب مجزرة الناصرية التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، كما قدم محافظ ذي قار عادل الدخيلي استقالته من منصبه على خلفية الأحداث الدامية التي تشهدها المحافظة. وقال عادل الدخيلي بأن عشرات الضحايا في صفوف المتظاهرين سقطوا على أيدي قوات قدمت من خارج محافظة ذي قار، ولم تقوم الحكومة بإشعار السلطات في المحافظة بوجودها، ولم نطلع كما يقول على مهامها، ما دفعنا إلى تقديم الاستقالة بحسب قوله. كما قدم قائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي استقالته من منصبه على خلفية المجزرة التي حدثت في الناصرية. طبعا نجي نحكي على موضوع استقالة عادل عبد المهدي. خلونا نقرأ بيان لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي. قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
صدق الله العظيم. هاي بدل البيان بالآية، وهذا هم تطرح علامات استفهام، لأن أغلب المراقبين قالوا بأنها إقالة وليست استقالة. طبعا قال استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية 29/11/2019 وذكرها بأنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب، واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا كما يقول لإنجازها بأسرع وقت سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما بأن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد. يعني بعد كل هذه المجازر وتقريبا 500 شهيد من يوم 1 تشرين أكتوبر ولغاية اليوم والمجازر اللي صارت الأخيرة بالناصرية وبالنجف، يقول لك سيد عادل عبد المهدي يقول لك علما بأن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وإن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية. طبعا ما قال حقنا لدماء الناس ولا أشار إلى المجزرة بالناصرية ولا بالنجف، فقط قال بأمر من المرجعية أنا راح أقدم استقالتي للبرلمان وخلي يشوف البرلمان المن يختار. نعم، معنا اتصال أنور من بغداد. تفضل أنور. أنور. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور، حياك الله يا أهلا بيك. تفضل. الله يسلمك ويخليك. حياتي لك وقناة تقاسدين البطلة، وهذا الموقف الوطني اللي يعني الشعب العراقي ما ينسى لكم إن شاء الله. هذا واجبنا أخي العزيز. تفضل. بالحقيقة يعني أريد أحب أنطي رأيي فيما يخص موضوع الاستقالة أو اقتراح الاستقالة بالحقيقة. نعم. بشكل بسيط وعلى شكل نقاط يعني. تفضل. أنا حسب رأيي أنه الهدف من هاي الحركة أو سميها لعبة سياسية بالحقيقة يعني تهدف إلى عدة أهداف. واحد، تنفيس الاحتقان الشعبي اللي بدأ يتجه نحو النقطة الحرجة اللي تعني انفجار الجمهور. اثنين، سحب أو صرف الأنظار عن المجازر اللي حصلت وآخرها مجزرة الناصرية. نعم. ثلاثة، وسيلة إلهاء للثوار والجمهور الغاضب لكسب مزيد من الوقت. أربعة، محاولة التهرب من مسؤولية الجرائم الجنائية وفق اعتقادهم طبعا أنه لا الاستقالة ممكن أن تعفي من مسؤولية الجرائم اللي ارتكبت. خمسة، الدخول في نفق تشكيل الحكومة واللي هو يشبه السيناريو اللبناني اللي قبل شهر بدأ ولحد الآن، أو ما سبق توزير عادل عبد المهدي، ونتذكر كلية نشقاد أخذت وقت إلى أن تم الاستقرار عليه وبدأ. ستة، جميع البدلاء المحتملين لعبد المهدي هم من عتاة المجرمين، أمثال المالكي والفياض والمهندس والعامري وصلاح والعبادي إلى آخر القائمة. وفي حالة إذا أرادوا يختارون من خارج التحالف الشيعي شخصية مستقلة، فبالتأكيد هم ماتين ملح يقدر يشتغل أو ما يخلوه يشتغل. وبالإضافة إلى أنه الحكومة اللي لاح يديرها هي 90% من أدها مشكلة من هاي الأحزاب، يعني كل شيء ملاح يقدر يسوي. نعم. بالإضافة إلى الضغط اللي هم ملاح يمارسون عليه كبار رؤساء كبار الكتل. نعم. وهذا يعني صراع جديد لاح يدخلون بداخل التحالف الشيعي إلى أن يستقرون على من هاي الشخصية المستقلة اللي لاح يختاروها، تحتاج كذا شهر وربما أكثر. نعم أخي. سبعة، صراعات وتجاذبات أخرى لاح تصير داخل التحالف السني أيضا حول هاي الشخصية،
صراعات وتجاذبات داخل التحالف الكردي. خلاصة القول وما معنى أنه راح ندخل بدوامة سحيقة أو نفق مظلم وسيتعمدون هاي المرة على عدم الخروج من هذا. نعم. إلى أن يوصلون إلى وضع اللي هم يريدوه. نسأل الله أن يحفظ العراق. نسأل الله أن يحفظ العراق يا رب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنا أشكرك أخي أنور من بغداد. معنا اتصال من كركوك. تفضل أبو حسن. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أنا فرحنا مش مبين الكرام. آمين يا رب. نعم أبو حسن. انقطع اتصال مع أبو حسن. طبعا وردنا الآن مقطع مصور لردود أفعال الثوار المعتصمين المتظاهرين في ساحة التحرير. ردود أفعالهم حول استقالة عادل عبد المهدي. خلونا نشاهد ردود أفعال المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد ونرجع لكم. اليوم إن شاء الله الأب سقط والأبناء يسقطون، الأحزاب يسقطون. عبد المهدي لو مستقيل قبل أسبوعين، قبل شهر، قبل 11، قبل 25، الشهداء ما طاحوا 500 و600 و700 و15 أو 20 ألف جريح. ما تستحي اليوم باكر تاريخي نعلك. لا أحزابكم، إحنا عراقيين. ذيقار ذيقار تنزف زلم وبغداد حزنانة. بالتحرير تلقاني تراني وأفزع دوم لإخواني. تراني أبد أبد ماين وكل لحم تراني. عراق والأصل كله حمية. صدق عالم خرس، صدق عالم خرس والوادم بسكته. طاح بكربلة بذيقار، طاح بكربلة شمشاب. أعمى شبيك ما شفته. تباوع على البشر وتشوفها بتك عين. تذبحنا الصبح والعصر متونسين. صدق جدكم يزيد وإحنا جدنا حسين. الطاح الطاح ودم الطاح ربك ما ينسى. اليوم اليوم مو تطبير، اليوم مو تطبير ولا دق الصدر. طاحوا الشبان بسلاح الكفر، طاحوا الشبان ما إلهم معين. وأحزاب الشيعة علينا مسلطين. ريت تنهض يا ابن أمير المؤمنين. إحنا عاهدنا الوطن وطينا دين. الظاهر دوم الظاهر واشلع عينك بالتحرير. وشكرا. لا تكفي ولا أي استقالة من عدم تكفي. محاكمتهم واحد واحد بدم الشهداء. لا مطالب ولا توسيب ولا كل ما يفيدنا. وإحنا ما نطلب من عندهم طلبات. هاي خيراتنا إحنا. إحنا بكيفنا شو نسوي نسوي. هم هسه مطالبين بأول شيء بدم الشهداء. أغير نقاش ما عدنا وياهم. يتحاكمون واحد واحد حتى مو على الأموال. أول شيء على دم الشهداء أو على هاي الإبادات الجماعية. والطرف الثالث ماكو طرف ثالث. هم كذب بكذب. يقولون المندسين عوف المندسين اللي ورا الصبات اللي يضرب بالمتظاهرين. هذا هم مندس. يلا احنا ويانا مندسين ما يخالف. هاي الصبات هذا الجمهور والأحرار من ورا والقنوات كلها تصور ده ينضرب من ورا الصبات. حي وقنابل وسموم كلهم. مو مسير الدموع لا. أنا أكل مواد كيميائية. عوفك من المندسين. أنا جيوهم أكل مندسين على عين راسي. اللي ورا الصبات بده يضرب مباشر. هذا هم مندس. كلها شوف الكاميرات. هم ما في طرف ثالث. هم الطرف الأول وهم الطرف الأخير. وأول طلب محاكمتهم شلع ماكو استثناء من البرلمان والأصغر واحد بيهم ولا بيهم شريف وكيلك الله. وبس الله ياخذ الرقبة من عبد المهدي. ومو بس عبد المهدي هذا هيج. الأحزاب الأحزاب كلها شلع ولا واحد كلها. وأول طلب مو طلب لا هذا إجراء عليهم المحاكمة بدم الشهداء. محاكمة بس الله ياخذ الرقبة وعلى حس أحكي وأطلع وأطب. وبس الله نخاف من عنده. إحنا ما نخاف من أي واحد. يقتلون 10 نصير 100، يقتلون 100 نصير 1000، يقتلون 1000 نصير مليون. الآخر نفس علاقة إحنا وياهم. أنا من الناصرية. اليوم أطالب بدم الشهداء الناصرية إلى الراحة وأمس. نعم لا تكفينا استغالة عادل عبد المهدي. تكفينا إلقاء الخضراء وتكفينا إلقاء الأحزاب وتكفينا إلقاء البرلمان وتكفينا كل السياسيين والعملاء اللي باعوا الوطن وما خلوا له كرامة. نزلوا الوطن لأقصى وضع. وهذا حال العراق
وهذا الشعب العراقي شوف شلون فرح اليوم بأبسط الأمور استقالة عادل عبد المهدي. ولكن نبقي ونحرر الوطن إن شاء الله. الأحزاب اللي هي مندسة والأحزاب اللي هي خربت البلد والأحزاب اللي هي خربت المظاهرات السلمية ماكو مندس ولاك واحد جاينا قريب. نعم الأحزاب اللي هي غربة وهي اللي دمرت البلد، ما عندنا غير هاي الرسالة ونبقى صامدين إن شاء الله ونحرر بلدنا بعون الله. قالت عبد المهدي ما راح تحل شيء ولا تغير لنا الوضع. احنا سبق وقلنا ايش نريد؟ استقالة الحكومة، حل البرلمان، تشكيل حكومة مؤقتة، محاسبة القتلة ومحاسبة عادل عبد المهدي ومحاسبة الأحزاب بالدرجة الأولى، الأحزاب التي قتلت الشعب العراقي الموالية لإيران بقيادة قاسم سليماني. هذا نكتفي به، لأن استقالة عبد المهدي لا تحل لنا شيء ولا راح تغير أي شيء من الموضوع. حل الحكومة وحل البرلمان، انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة بإشراف أممي، ومحاسبة كل الأحزاب الموالية لإيران بإشراف قاسم سليماني. كلهم يعلمون القادة العسكريين وأمرهم يلتقون من رئيس الوزراء اللي هو عادل عبد المهدي. لأن ماكو ويتعان الرجال عسكري واعرفوا الأوامر، ماكو ضابط عسكري يتخذ إجراءات إذا ما تجي أوامر من الجهة العليا. والطرف الثالث اللي يقولوا إحنا ما نعرف الطرف الثالث، الطرف الثالث هم الحكومة وأحزابهم الموالية لإيران. شكو حزب موالي لإيران هو قتل المتظاهرين. فلا يقولوا لنا بعد الطرف الثالث والطرف الثالث، هي مكشوفة. الطرف الثالث الأحزاب اللي موالية لإيران بقيادة حج سليماني قاسم سليماني هم القتلة والمتظاهرين، هم الطرف الثالث. نعم استمعنا وشاهدنا إلى ردود أفعال بعض المعتصمين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد حول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. الكل أجمع بأن استقالة عادل عبد المهدي غير كافية، يجب رحيل كل الأحزاب، يجب رحيل البرلمان، إلغاء الدستور، إجراء انتخابات مبكرة، حكومة مؤقتة تدير البلد لفترة مؤقتة، انتخابات بإشراف أممي، محاكمة المجرمين. الناس بالعراق وصلوا إلى قناعة. احنا بدنا نشوف، يعني هذه النماذج بدنا نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس بدها تقول لك الشغله مو بس يم عادل عبد المهدي. نعم الرجل اجرم، الرجل بما انه علي مسؤوليات قانونيه وهو رئيس الحكومه والقائد العام للقوات المسلحه، وفترته باقل من شهرين مئات الشهداء والاف الجرحى والاف المخطوفين والمعتقلين. يجب محاسبه الكل. الناس ما ترضى، وهذا ذر الرماد في العيون غير كافي. الناس خرجت لإنهاء هذه العملية السياسية بالكامل وهذه الأحزاب الفاسدة، وماكو فايدة. يعني ماكو فايدة إذا إجا واحد من عندهم، راح الناس تبقى مستمرة مثل ما استمعنا من الأخوة المعتصمين في ساحة التحرير. معنا اتصال أبو مالك من أمريكا. تفضل أبو مالك. أبو مالك أهلا وسهلا، حياك الله، يا أهلا بيك. نعم أبو مالك تسمعني؟ نعم الصوت غير واضح مع أبو مالك من أمريكا. طبعا ارتفعت حصيلة الضحايا في محافظة النجف إلى 23 شهيد وأكثر من 400 جريح جراء إطلاق القوات الحكومية والميليشيات الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين. ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر الطبية في المحافظة بأن غالبية الشهداء والجرحى سقطوا جراء إطلاق القوات الحكومية وميليشيات الخرساني والمجلس الأعلى الرصاص على المتظاهرين في محيط ساحة ثورة 20 وصولا إلى شارع المدينة وسط محافظة النجف. يأتي هذا في وقت أرسلت القوات الحكومية تعزيزات أمنية إضافية إلى المحافظة. تدرون الجماعة من عام 2003 ولغاية الآن ما عندهم غير الحل الأمني، ما يعرفون، مجيشين ما شاء الله، ياهل يجي يجيبوه من جماعتهم دمج، سووا فريق، سووا وزير دفاع، سووا ضابط، والحلول الأمنية من عام 2003 ولغاية الآن بس شطار بالقتل وبالذبح وبالاعتقال وبإنشاء سجون. هاي الطبقة السياسية اللي حصلناها من عندهم، هاي إنجازاتهم. نعم أبو محمد من بغداد، فضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الرحمة. أنا
من الشهداء. آمين يا في الناصرية. آمين. نعم. والفرحة الكبيرة للعراقيين. قالت نور عبد المهدي على جرائمهم، على جرائمهم الإخوان، الإخوان في الناصرية وفي ذيقاء. نعم أبو محمد. أبو محمد تسمعني؟ أبو محمد من بغداد؟ انقطع اتصال مع أبو محمد من بغداد. معنا أبو عمر من بغداد من ساحل التحرير. تفضل أبو عمر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حي الله قناة الرافدين وحي الله مشاهديها. حي ودوم يا أهلا بيك، الله يسلمك. حي الله والرحمة على شهداء التظاهر والشفاء العاجل للمصابين الذين انضربوا من قوات الحكومية والميليشيات في بغداد والنجف والناصرية وكافة المحافظات. آمين يا رب العالمين. أخي عندنا اليوم تحت التحرير اللي كل الشباب اللي ظاهرة مظاهرة مليونية، فجميع الشعب بأطرافه والمظاهرين اللي موجودين استقالة عبد المهدي هذا ما يكفيهم، وخرجنا بأصواتنا نطالب سقوط هذا النظام، لأنه هذه العملية أو المسرحية اللي قدمتها هاي الحكومة والأحزاب والميليشيات أطروحة لسماحة المرجعية اللي موجودة بالنجف أثناء الخطبة اللي فاتت ذاك الأسبوع، من قال بأنه عليكم بالإصلاح وتغيير هاي المؤسسات اللي موجودة على مود يردون يسكتون الشعب العراقي، فهذه أكاذيب من أكاذيبهم اللي اجتمعوا بها وقدموهم. يعني بهالسرعة خلال أسبوع عادل عبد المهدي قدم استقالته، محافظ ناصرية أيضا قدم استقالته، الفريق جميل الشمر انهزم، وبعد أكو راح يصير استقالات كثيرة من هاي الوزارات، وبعد ما تكون استقالاتهم راح يسوون استفتاء لوجوه جديدة على مود يظلون هاي الأحزاب باقي بالسلطة. نعم. الشعب ما يريد هاي الأحزاب وما يريد هاي السلطة، بس يحاولون قناعتهم، فإذا ما قدروا على هاي العملية راح يستخدمون القوة على الشعب. وأكو بعض المجموعات اللي موجودة اللي يقولون عليها موجودة من دسر ساحة التحرير أو كافة الساحات اللي موجودة ناس من أو خيم أو من هالأمور هذه، فإذا دول خرجوا من ساحة التظاهر راح يبقى المظاهرين الأصليين اللي هم صامدين نفسهم في ساحة التحرير وساحات الاعتصام الباقية بمحافظات التسعة عندنا الموجودة حاليا في بغداد والمحافظات، راح يحاولون أنه بعد ما يقدرون الإصلاح اللي راح يقدموه للشعب فراح يقولون عليهم هذول ناس مندسين باقي راح يقمعوهم بالقوة القوية. فهاي الأمور اللي يصير من الحكومة واللي راح تجي بعد أخبار بعد أكثر في الأيام المقبلة من هاي الحكومة، الشعب العراقي يعرف هذه المدار اللي راح يصير السيناريو اللي راح يقدموه للشعب، فالشعب هاي ما يتعبر عليه نهائيا ويظل تواصل تظاهرة لحد سقوط هذا النظام وتغيير هذه الوجوه بوجوه جديدة. نعم أبو عمر قبل ما تروح. نعم أبو عمر. نعم. الوضع بالتحرير شلون أخوتنا هناك؟ والله الحمد لله وشكر الوضع بالتحرير جيد عالي العال، يعني لا. الشباب متعزمين ومتواصلين بساحة التظاهر وأصواتهم وأصوات يعني أصوات شعبية هتافاتهم لإسقاط هذا النظام. بالنسبة أو عادل عبد المهدي لا يشكل شيء بالمنظومة السياسية اللي هي جاي تحكم، مجرد عادل عبد المهدي شخص يعني يتحمل يتلقى الأوامر من إيران والميليشيات. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد. أم أمير من السويد، تفضل يا أم أمير. مرحبا عيني. مرحبتين يا أهلا بيش، الله يسلمك. حياتي عيني. الله يسلمك عيني، الله يخليك. الله يسلمك. بالأول أعزي الشهداء اللي راحوا، الله يرحمهم إن شاء الله. آمين يا رب. وإن شاء الله حقهم ما يضيع، ودمهم إن شاء الله برقبة الحكومة كلهم، مو بس عادل عبد المهدي. آمين يا رب. من رئيس الجمهورية الأصغر واحد، وحتى البرلمانيين ذول اللي قاعدين كانهم أصلاً بالبرلمان، جاي ينتظرون يشوفون الشعب هيك بيصير بيه، فالشباب الحلو ده يروح يومية. وقاعدين هم أقدم استقالتي وأطلع، ما عندكم كرامة، ما عندكم غيرة، ما عندكم شرف، والله طلعوا أنقص من داعش هذول. شلون داعش ما عندهم دين ومن هذول ما عندهم دين؟ لأنه عندهم دين ويخافون الله، ولابسين الإمامات ولابسين الحجاب وقاعدات بالبرلمان.
شنو انتم اذا ما تؤمنون بالله وما تخافون؟ زين مو قسموا يمين ذولا من صاروا بالبرلمان وبالحكومه؟ من حطوا ايدهم على القران ايش قسموا؟ عسى ان شاء الله بالكسر وشلل ايدهم. ما يخافون من الله؟ مو قسموا يحافظون على الشعب وعلى مدخرات الشعب وعلى واردات الشعب؟ شو من استلموا الحكومه لسه بس فوق وكتل. نعم. العمى بعينهم ان شاء الله العمى. وهسه ينهزمون طبعا هذا عادل عبد المهدي اذا باكر قدم استقالته باكر ينهزم. وشلون هذا هسه نعم. انهزم يقول لك قائد الفيلق مال ذي قار ما ادري منو. نعم بالباكر. جميل الشمبري نعم. اي زين ادري غير اكو حكومه وين هذا مدحت المحمود المجرم؟ ما يصدر امر ما يسد المطارات ما يطيس ماهم ممنوع احد يسافر ممنوع احد يولي. نعم. كلهم دي يحضرون فلوس كلها بالكراتين هذا حكيم. يقول جماعة عندنا بالمطار يقول باكيتات كرتونات هذا عمار الحكيم فلوس كلها دي يودوها الإيران دي يهزموها فلوس. نعم. الشعب العراقي خاف ينهزمون حتى رأسا يولون أخذوا. نعم. كل شيء وراحوا. أنا أشكرك أم أمير من السويد كانت معنا. أم محمد من الطارمية تفضلي. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي. يرحم شهدائنا ويعافي جرحانا إن شاء الله. آمين آمين ويصبر أمهات زين. وأبدا نقول شيء واحد عبد المهدي أقول قسمك ورين وتوقف بالمنصه بالتحرير ان شاء الله. ما انك اللي اتسببوا بهذا الشهداء اللي طالبوا بس بحقوقهم ما طالبوا بشيء ثاني. زين هذول شنو اللي سووه؟ شنو اللي وعوا عليه بهالدنيا هاي؟ طالبين بالحب هاي ليش يقتلهم بلا سبب ولا يقتلهم جسم من اللي قتلوهم ليش؟ نعم نعم. ابو فاطمه من النجف تفضل. ابو فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا هلا بيك. تحيه لك ولكافه الاخوه اخي الكريم. بعجاله اخي الفاضل. نعم. جميل الشمري هو الذي اشرف على مجزره الحويجه. نعم. هذه معروف في زمن المالكي. نعم. المجد الملياردير الذي وصف المتظاهرين بالاعداء خليه يعرف جيدا هو ومن ورائه وعلى رأسهم خامني إن العراقيين قد قرروا بإسم الله أن لا نبقي إيران في العراق البتة. وأما الذيول فسوف بعد أن نسقط هذه السلطة ذيول إيران بإذن الله. هنالك أمر أخي بالنسبة لهذه المسرحية مسرحية إقالة المجرم عادل زوية والتي سموها استجابة إلى المرجعية. نحن لا نعترف بهذه المرجعية. أولا المرجعية لابد أن تكون من الشرفاء الذين يحرمون دم العراقي. هذه هي المرجعية. الذي حرم الدم العراقي اليوم هو مرجعيتنا. أما هؤلاء فلا نعترف بهم. ونحن ندين من يذهب إلى السستاني وغير السستاني لأن ينفخوا بهذه القربة المشروخة وأن يجعلوا منه مرجعية. نعم. فأخي الكريم نحن كذلك نناشد كافة المحافظات اليوم انتهى لابد أن تخرج لمساندة أخواننا في الجنوب وفي بغداد وغيرها. هذه هي فرصتنا. وإذا تركنا هؤلاء سوف لا 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 ينتهون عن غيهم. نعم. هذه العقليه النفسيه الحاقده المريضه لا انت قلت شيء ما اتوا الا بالقتل والذبح والاعتقالات لانهم اخي لا اصل لهم. نعم. وغير شرفاء ومجرمين. وصلت الرساله. ابو فاطمه النجف كان معنا. ابو علي من واسط تفضل. ابو علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه الى ابناء شعبنا في العراق العظيم. اهلا وسهلا. كذلك تحيه كريمه الى اهالي الناصريه ونقدم لهم العزاء لاستشهادهم ونفرحهم انهم هم اليوم اهل الثوره. حقيقه اذا تكلم اليوم عن نقطتين اللي صار اليوم بالعراق شيء مو طبيعي. نعم. انه الاول انه لماذا استقال عادل عبد المهدي؟ احنا اليوم في العراق يعني للاسف يعني نحن بقانون دستوري غير معلن اللي هو ولاية الفقيه. تقريبا المعلن حوالي 500 شهيد لكن الحقيقي هو أكثر من 1000 شهيد فقط في العراق. 3000 معوق يعني المعوق من يصيب من جراحه ما راح يعني يزاول حياته الطبيعية. أكثر من 20000 كل هذولا ما هزت عادل عبد المهدي حاشيته اليوم يقول انا تلبيه لنداء المرجعيه انا مستقيل. يعني احنا اليوم في زمن ولايه الفقيه. نعم. هذا واحد.
الشيء الثاني يعني فضلا هم مجرمين وقتلة وحاقية ومارسوا أعمال حزب البعث ومارسوا أعمال تنظيم القاعدة ومارسوا أعمال داعش فوقها لوتية يعني لوتية. نعم. ليش عادل عبد المهدي ما سحبوا من عنده الثقة؟ ليش استقال؟ لأن إذا سحبوا من عنده الثقة ما راح يستحق المزايا اللي قاضتها البرلمان الفاسد اللي هي التقاعد والمزايا الأخرى، بينما من يستقيل راح يحصل على هذه المزايا. لكن أبناء شعبنا اليوم ما يقبلون الكتل الحرامية الموجودة في البرلمان ولا يدون يجتمعون حتى يشكلون حكومة تكنوقراط. نعم. لا هو أنتم سويتوا بالأولية. تسمح لي أستاذي بس أقول لك أكو مثل أكو 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 أكو, أكو, أكو سيارة قبل السيارات القديمة كانت تمشي من البصرة للنجف. فنقول لهم بالطريق واحد قال لهم روح ياكم للكوفة صعدوا. فالاخ من صعد اكو ناس حاطه بالارض يعني بالممرات فجاء شفت بالدجاجه مرات عجوز وراد يموتها قامت تصارخ انطى واحد عام هاك سكينه ذبحها لتموت الحديه كانت رابطه ديش في الدجاجه سوى برجل واحده الاخ ذبحها قامت تلمز الدجاجه وسخهم قال يا بنت انت وسختنا غير تقطع رجلينها يا الله تقص راسها روح قص رجلين اثنينهم قص لي رجل الديج وهوسها قبعة يا واحد قال عمي هو انت من الكوفه تجيب لعبة بينا لعاد صاعد البصره شو تسوي؟ نعم هذول بس 13 انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. خلونا نقرا بالدقيقه الاخيره بعض الرسائل وانا اعتذر لان انتم شفتوا اليوم الاتصالات كثيره. رساله من ديلان دكتوره ديلان من لبنان تقول الله يرحم كل شهداء العراق والصبر والسلوان لكل عائله فقدت شاب قلوبنا معكم تحياتي لقناتكم الموقرة. شكرا لك. معنا رسالة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكل كادر قناة الرافدين البطلة لأنها صوت الثورة الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله النصر للعراق إن شاء الله والخزي والعار لأذناب إيران اللهم احفظ العراق والعراقيين اللهم آمين. نعم رسالة من صباح عراقي من ألمانيا عرف نفسه يقول السلام عليكم تحياتي واحترامي لقناتكم الموقرة. يقول استقالة عادل وحكومته ليست كافية إلغاء مجلس النواب وإلغاء الأحزاب شرط لوقف التظاهرات اللهم ارحم الشهداء. نعم يقول نقرأ آخر رسالة يقول السلام عليكم الرحمة والغفران لشهدائنا الأبرار واللعن على السفاحين عادل وشركاء الله ينتقم منهم عاجلا غير آجل. لهفة من ألمانيا. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.